إذن واقتربنا من قيم تداولات تجاوزت 4 مليارات ريال في جلسة يوم الأربعاء. معنا الدكتور سعود المطير، أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود. مرحبا بك دكتور سعود. يعني وتعقيبا على كلام السيد الحصان فيما يتعلق بوضع أيضا وضع السوق المالية وأيضا هذه التسويات، آليات جديدة تدخل للسوق، كل هذا الأمر عليه أن يستوعبه السوق في أسبوع واحد كما رأينا حتى في تغييرات وتصنيفات القطاعات. كيف ترى هذه التوجهات حاليا للسوق؟ هل هو مرتبك؟ هل هو حائر؟ رغم أن لدينا يعني بعض النتائج جاءت بشكل إيجابي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير لك وللمشاهدين والمشاهدات. طبعا السوق يبدو أولا الانخفاضات اللي تحصل هي تجمع بين عملية جني أرباح، بين ترقب ماذا سيحدث على المستوى العالمي وخطاب الرئيس الأمريكي الجديد، أيضا عملية النتائج حتى الآن لم يعلن عنها. كل هذه الأمور لا شك أنها تلقي بظلالها على السوق. أمر عملية أيضا التطوير اللي حاصل الآن في يبدو نوع من الإرباك للمتداولين والمستثمرين، تغيير سريع في عملية القطاعات ما كان متوقع أبدا أن يكون هناك عملية تعديل بهذا الشكل الكبير والشكل الجذري. طبعا عملية التطوير أمر مطلب ومهمة جدا، لكن في مثل هذه الحالات تغيير القطاعات يفترض أنها تدرس ليس فقط من قبل السوق المالية وإنما أيضا من قبل المهتمين بهذا الموضوع. يعني جرت العادة أن يؤخذ رأي المتداولين ورأي المهتمين والمحللين لعملية يعني إلقاء الضوء والنقاش والتحليل لمثل هذه القطاعات. أتصور أن اقتصادنا يعني يختلف عن اقتصاديات الدول الناشئة والمتطورة أو الدول المتقدمة بحكم أننا ما زلنا اقتصاد نامي نعتمد على وريعي في نفس الوقت نعتمد على قطاع واحد. عملية التغيير الكبير اللي حصل ما يعني فعلا مفاجئ، في عندنا ملاحظات كثيرة عليه. يعني مثلا لو أخذنا مثلا أول قطاع اللي هو قطاع الطاقة، قطاع الطاقة يعني في الأساس الممول للطاقة هو الكهرباء والغاز، ووضعت في قطاع آخر اللي هو مرافق العامة، وجعل الشركات التي تقوم بعملية التوزيع هي قطاع الطاقة. نعم طبعا هذا يعني هذا غير يعني مسلم. يعني انت ذكرت ان التوجهات بان يكون هناك توافق بين قطاعات السوق السعوديه والمعايير العالميه، هل برايك يعني الالتزام بالمعايير العالميه قد يكون احيانا الى حد يعني من الممكن ملاحقته وحتى تبريره فيما يتعلق بهذا بوضع الحيره والارباك المؤقته التي نراها في السوق؟ نعم عمليه كما قلت يعني هو عملية التغيير والتطوير كما ذكروا لأجل عملية الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة، لكن كما قلنا يعني ما يصلح لبعض الدول قد لا يصلح للمملكة العربية السعودية. نعم. كل اقتصاد له خصوصيته. طيب ماذا عن الإسمنت؟ يعني أيضا دكتور كان ملفت وضع الإسمنت وكثير من شركات البتروكيماويات ضمن قطاع واحد اسمه المواد الأساسية، هذا كيف يمكن فعلا للمتداولين أن يبرروه أو حتى يستوعبوا هذا الأمر؟ كثير من الشركات التصنيف حتى كثير من شركات الوساطة يبدو لديها أيضا إشكاليات حول هذا الشكل الجديد من القطاعات. طبعا أيضا نفس القطاع الطاقة اللي قبل قليل ذكرته بس ملاحظة أخرى. نعم. يعني في شركة مثل شركة ساسكو هي تقوم بنفس الدور اللي تقوم به شركة إدريس، لماذا ساسكو في قطاع وشركة إدريس في قطاع آخر؟ أيضا عملية المواد الأساسية كما تفضلت قطاع الآن يربو على 40 شركة، يعني ظهر 42 شركة. من ضمن هذا القطاع يعني كان أول قطاع البتروكيميكال هو القطاع ذو الثقل الكبير الحجم في السوق، الآن أضفنا له قطاع الإسمنت، أضفنا له قطاع التعدين وبعض القطاع السلع الصناعية أو الشركات الصناعية، صار قطاع يعني اقتصاد يعني مشوه يعني نفس الآن بدلا ما يكون عندنا قطاعات متقاربة. هل من الممكن مراجعة طيب دكتور سعود يعني بعد هذا الوقت؟ يعني يبدو أننا أيضا نحتاج إلى وقت كافي أكثر لدراسة تأثير مثل هذه القطاعات أو إعادة تصنيفها، لكن هل برأيك من الممكن فعلا للتداول أن تعيد تصنيف هذه القطاعات؟
إذا كان لديك أنت تساؤلات، وعدد كبير أيضا من الناس لديهم تساؤلات حول هذا الأمر. والله حسب تصريحاتهم كأنهم يقولون يعني أنها لم تغير إلا بعد دراسة متأنية واقتناع تام، لكن ما زالت الأسئلة كثيرة جدا. يعني مثلا القطاع، يعني هو يمكن العلامة الفارقة والمميزة اللي هو القطاع الصحي يفرض له قطاع خاص، هذا أمر ممتاز جدا. نعم. لكن أيضا لماذا أضع شركة الدوائية في قطاع الحالة؟ طب ماذا عن البحري؟ لا أضع؟ يعني وهذا السؤال طرحته من أول يوم فيما يتعلق بالبحري، لماذا يؤخذ هذا، يسحب هذا السهم أو الشركة من قطاع النقل ويؤخذ إلى قطاع آخر مثل قطاع الطاقة؟ لأنه طبعا المبرر الوحيد لأنه يقوم بعملية نقل البترول فقط. لكن أيضا القطاع الصحي، شركة الأدوية أو أي شركات أدوية المفروض أنها تضمن ضمن القطاع الصحي ولا يفرض لها قطاع خاص. نعم. فيبدو هم أنهم مقتنعين بما عملوا، لكن أتصور أن عملية الأيام القادمة وعملية النقد اللي يحدث يوما بعد يوم ربما أنهم يعيدوا النظر، وهم يقولون أيضا أن بعد يمكن سنة أو سنتين سيكون عملية تصنيف جديدة. فعملية التعديلات أنا أتصور أنها هتكون مربكة للسوق، يعني ما التغيير اللي حصل ما مر عليه إلا فترة قليلة جدا. نعم. الآن نفاجأ بتغييرات أخرى. نعم. عملية أيضا التعديلات اللي تحصل بين الفينة والأخرى، وعملية يعني التسويات وأنها ستكون بعد يومين بعد كل تداول، أيضا أرجو لا يكون فيها عملية استعجال. يجب أولا توعية المستثمر الفرد. نعم. ويعني إعطاء عملية التطوير خطوة بعد يعني بعد يعني عليه أن يستوعبها، يعني الواضح أنه عليه أن يستوعبها بالتدريج كما جاءت مفاجئة يعني، وكلنا تفاجأنا بها. أشكرك دكتور سعود المطير، وأنت أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود على كل هذه المعلومات.